اليوم هذه الوقفه احتجاجيه اللي داير الاخوان المتقاعدين على ثلاثه النقاط. النقطه الاولى هي ديال الصحه، التعادل ديال الصحه اللي كانت عندنا حنا اكبر تعادل ديال في المغرب. تولينا يعني ما بقى عندنا والو، كانوا عندنا من الصحه ديالنا كانت عندنا 96% ديال الصحه ديال الدواء وسميتو، اليوم ما بقى حتى شي حاجه. والنقطه الثانيه هي واحد التفويض ديال الشؤون مجلس الشؤون الاجتماعيه اللي باغيين يدوزوه الكورس، باغيين يدوزوه للجمعيه، يعني هذا السيد اللي مكلب باغي يورث يشد هذيك الجمعيه باش يبدا يتصرف بوحدو. والقضيه الثالثه هي مطلب ديال مؤتمر باش يكون انتخاب ديال المكتب الوطني للمتقاعدين اللي غادي يمثلهم، يعني ديمقراطي يكون منتخب ماشي اللجنه اللي حاط هو. هادو هما الثلاث النقط اللي عندنا. احنا اليوم في الوقفه الثانيه من بعد الوقفه الاولى اللي درناها امام المقر ديال التعاضديه، واللي طالبنا بها بالاسترجاع ديال الحقوق ديالنا والمكتسبات ديالنا اللي فقدناها، واللي كتخص التطبيب والعلاجات والتحاليل الطبيه والاستشفاء الى غير ذلك. فهذه اليوم الوقفه الهدف ديالها هو استرجاع القانون الاساسي للجامعه الوطنيه للطاقه اللي تسلبت منه بزاف ديال الحقوق. احنا اليوم كنطالبوا بعقد مؤتمر وطني على الصعيد الوطني باش نجدوا الهياكل النقابيه، لان الهياكل النقابيه تفقدات كلها، تجمدات، ما بقاتش كتخدم نهائيا، بقى الكاتب العام بوحده كيصول وكيجول وكيدير ما بغى. احنا اليوم جينا باش نديروا هذه الوقفه باش نطالبوا بالمكتسبات ديالنا، فاذا بالجامعه كترسل لنا واحد العدد ديال اللي كيتسموا بالمناضل ديالها، ولكن حاشا واش يكون هذاك الاسم ديال المناضل اللي هما اليوم انت كتشوفوا فيهم كيبرسطوا في الاخوان هنا. اذا المطالب ديالنا احنا اللي مشروعه واللي كلشي كيندد بها وكلشي كيطالب بها هي استرجاع القانون الاساسي للجامعه الوطنيه للطاقه، عدم التفريط في المؤسسات الاجتماعيه ديالنا، لان المؤسسات اليوم الاجتماعيه تم السيطره عليها والسطو عليها، ومجلس اعمال الاجتماعيه اللي كان هو تابع الاداره العامه الوطنيه للمكتب الوطني للكهرباء اليوم كنسمعوا باللي تحول الجمعيه، وكنعرفوا باللي لا تحول الجمعيه يعني راه صافي، راه رئيس الجمعيه غيبقى يدير ما بغى، غتولي عنده الاموال راه غيدير ما بغى، يعني غادي يخلد فيها الى الابد تما. اذا حنا المطالب ديالنا مشروعه، الاخوان هادو اللي جاوا اليوم راه جايين من جميع الاقاليم المغربيه، راه كاين وجده، كاين خريفنا، كاين سطات، كاين برشيد، كاين جديده، كاين الاخوان من مراكش، يعني بني ملال، كلشي الاخوان اليوم، اذا كلهم متوحدين حول كلمه واحده، حول مطالب واحده، هو عقد مؤتمر وطني باش نعاودوا الهياكل المؤسساتيه ديال الجامعه الوطنيه لعمال الطاقه. واليوم كنناشدوا الامين العام للاتحاد المغربي للشغل بصفتنا منخرطين في الاتحاد للشغل تقريبا ما يفوق 30 سنه. الميساج موجه للامين العام للاتحاد المغربي للشغل باش يتدخل ويسهر لنا على اجتماع على انتخابات وطنيه نزيهه ديمقراطيه لاعاده هيكله الجامعه الوطنيه لعمال الطاقه، وتختاروا الناس اللي هما اكفاء، الناس اللي فيهم الثقه، الناس اللي كيحظوا بالنزاهه وبالثقه ديال الكهربائيين، وهما اللي خصهم يكونوا على رئيس الجامعه الوطنيه لعمال الطاقه، ومشي الناس اللي كيبيعوا ويشريوا فينا، باعوا كل شيء، ما خلاو لينا حتى شي حاجه، باعوا التعاضديه، باعوا الاعمال الاجتماعيه، باعوا الصندوق الوطني التكميلي للضمان الاجتماعي، باعوا لينا كل شيء وخلاو. اليوم احنا الا كنا متقاعدين وكنطالبوا بهذا الشيء، فالمتزولين راه غادي يتمحنوا كثار منا حنا، حنا كيف ما كان الحال الحمد لله عشنا مع ناس طيبين، عشنا مع عبد الرزاق الله يرحمه اللي هو اللي كان السبب في هذه المكتسبات كامله اللي كان كنعموا بها الكهربائيين، مع الاخ بوغابه واخوان اخرين. اليوم هاد المزاولين غيتسلوا في ايادين غير امنه وغادي يتمحنوا والمكتسبات ديالهم غادي تضيع كامله.